السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يعني عملت كل الخطوات اللي عملناها مع بعض، لكن على الفاير وول الحقيقي اللي بيحمي الشبكة عندي، أو اللي هو الانتروجن بريفنشن سيستم تبعي. لو رحنا على الأبديت، فأنتوا شايفين هون هاي الأبديت كلياتهم وجداد، يعني مش لو ساتردي، احنا اليوم ماندي ثيرزدي تيوزدي اليوم الثلاثاء يا جماعة. طبعا اليوم يوم ميلادي، أو هو امبارح يوم ميلادي 25/5، بس اليوم هو 26 حسب وثيقة شهادة الميلاد. anyways، لو رحنا على السنوت انترفيس، أنا مش مشغله غير بس عنوان. لو يعني أنت شايف كل شيء شغال، فراح أروح على البلوك توست. فعليا ما في عندي اي نوع من السيرفرز داخل الشبكه تبعتي. فيعني اللي راح اعمله هو التالي: راح اجي اشغل هون. فلو حكيت له اي بي ادرس شو وبعدين ناخذ جريب ايث، ومنها جريب اينت. فانتوا شايفين الان ما في عندي غير بس هذول الشبكتين. هاي الشبكة هي الموصولة، هو رقمه 5، يعني الفاير وول رقمه 5. فانا راح احكي له nmap داش بي سوري بي ان 192.168.10.105. الان انا قاعد بعمل سكانينج، نجرب، شايفينه، نحذفه مرة ثانية، نجرب. طبعا هون فشل الاتاك، نتأكد مرة ثانية، راد عمل له، يعني حتى لو الاتاك موجود وعمل سكان مرة ثانية كمان. لو اجيت حكيت له بلاش، خلينا نعمل سن ستيلت سن كمان، طبعا نهدفه من هون، نجرب مرة ثانية سوري. ف يعني انا شايفين حتى لو ستيلسن كمان بيمسكه يعني. فهيك بتكون انت، طبعا اذا بدك كمان تعرف مين لمين هذا الاي بي ادرس، كمان انت بتقدر تحصل عليه. هاي كل شيء بالنسبة للكونفيجريشن. ها انا مش قاعد بحكي لك عن السكيورتي، ولا بحكي لك عن هاي، حكيت لك عن سبسكريبشن، حكيت لك عن كذا. مين مثلا ممكن يفيدك موضوع السكيورتي؟ ممكن تروح على جماعة الاوفنسيف سكيورتي، او مثلا الاميرجينج ثرات، الفي ار تي، هم هذولا اللي بفيدوك بموضوع السكيورتي بشكل اكبر. و يعني هم بدرسوا لك الشبكة وبيبنوا على أساسها السيكوريتي تبعها. أما أنا قاعد بورجيك كيف إنك ممكن تبني، أو فعلا هل ممكن تبني جهاز ممكن يكلفك 15,000 أو 12,000 مجانا. فهي أنا مجانا، أنا ما دفعت ولا فلس إلا لشركة الاتصالات علشان يزودني بخدمات الإنترنت. فبهاي الحالة هيك بنكون عملنا كونفيجريشن بشكل كامل لسنورت. شكرا استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او مش لسنورت، لا فري سوفتوير اي اس اي فايروول.